منور الدنيا يا عبد الغني. بنورك يا سعادة المستشار، والله ربنا يكرمك. أنا كنت جاي لسعادتك عشان أعتذر لك يعني، وأعتذر للراجل المحترم اللي هو كان بنضارة كان جاي معاك يعني. أصل أنا ما قلتلكش، السقف عندي كان في الأوضة كان بينقط في المايك. المعاملة زي الزفت بصراحة. من حسن حظك إن إحنا مش بنتبع مبدأ المعاملة بالمس، لو الأوفيس بوي موجود كنا سألناك حاجة. لا مفيش لزوم والله، كلك واجب. الحقيقة أنا كنت جاي لحضرتك يعني عشان في عندي كلمتين كده عايز أقولهم ليك يعني. اتفضل. أنا جالي الإنذار ده من مكتب حضرتك، وأنا عرفت منه العنوان لأنه كان تحت اسم حضرتك يعني، فعشان كده أنا جيت على طول. وبعدين؟ ولا قبلين، حضرتك يعني برضو شواف وشايف إنه أنا راجل غلبان وعلى باب الله، ظروفي صعبة والدنيا مخبطة معايا جامد وعندي بنت، فربنا يفكها علينا يعني ويفكها على أي حد من حبايبك يعني. بنفتحها عليك وعلينا يا رب. فأنا كنت جاي لحضرتك بصراحة يعني بعد إذنك، إنه كنت عايز أقول بس كده في الموضوع بتاع رضوى كلمتين يعني، يمكن يطلع منهم قرشين كده أتفك بيهم في الظروف الصعبة اللي أنا قلت لك عليها، وبوعد حضرتك إن أنا يعني هبقى معاها يعني، واقف جنبها في الموقف بتاعها يعني، وهساندها ومش هقول أي حاجة تضرها، ده بعد إذنك يعني. غريبة، مش دي رضوى اللي أنت طلقتها عشان كلام الناس؟ أهو ربنا كريم. هي شافت الخيل على إيدك برضه يا متر، مش كده ولا إيه؟ ولا إيه صح؟ ألا بالحق صحيح، هي اللي قتلت ولا مش هي ولا إيه؟ مش هي صح؟ هي ولا مش هي، من حقها يكون عندها محامي دفاع، ومن حقها يبقى حواليها بني آدمين بيساندوها، مش جايين يستفيدوا منها. ما تزعلش منها يا متر يعني، هو سعادتك ما استفدتش منها. أنا بعمل شغلي، ما كناش متجوزين ولا بننام على سرير واحد. ما تقطمناش يا متر الله يخليك يعني، الواحد في اللي مكفيه. هو أنت دايماً كده عبد الغني، مدي لنفسك العذر، دي مشكلتك. بس أنا عايز أقول لك بقى إن أنت مش معذور وما أنتش ضحية، ولو فتحت بقك بكلمة واحدة عن رضوى في أي حتة أنا بقى اللي هقفلك وهبيعك اللي قدامك واللي وراك حرفياً عشان تدفع التعويض. متشكرين يا ابن الرسول، بدل ما تقف جنبي وتكبر بخاطري وتقول لي كلمتين كويسين في الظروف الصعبة اللي أنا فيها، بتسمعني الكلام السم ده. هو اللسان الحلو الرضوى بس صح؟ اللسان الحلو للي يستاهله. شرفت يا عبد الغني. مع السلامة. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.